طيب دلوقتي عندنا اول مهمه. مين بيعرف يعمل دايفنج؟ انا. انت يا راجل. طيب احنا هنعمل دايفنج، بس هنعمل دايفنج علشان نلاقي كوره زرقاء كبيره. شايفين الكور دي كلها حجم واحد صغير، فيها اصفر وفيها برتقاني وفيها احمر او فوشي، صح؟ اه. في بقى كوره كبيره زرقاء، كوره هاند بول او كوره يد، اللي هيجيبها اسرع هو اللي هيكسب اول مهمه. جاهزين؟ وان احنا جاهزين نشجع. يلا يا يونس. ماشي، في يونس ونوح. ريدي ستيدي جو. ما بنوش بقى، لما بينطوا كده ما بيبانوش. هو فين الكوره الزرقاء؟ اختصوا بقى. يلا وريني الدايفنج. لا ايه ده، فين التشجيع؟ يلا يلا يونس. يلا يونس. يا نوح. يلا يا نوح. يونس بينام. تعالوا دوروا هنا بسرعه. اسرع يلا يا نوح. اسرع يا نوح. دوروا هنا الناحيه دي كده. يلا يا نوح. دور فين الكوره الزرقاء. اسرع يا نوح. يلا يلا. معقوله مش شايفين الكوره الزرقاء فين؟ يلا يا نوح هناك. يلا برافو. يلا يا نوح هناك. يلا يا نوح. يلا بابا بيساعدك يا يونس. بابا بيساعدك. ها ندور اكتر. يلا يا نوح ندور اكتر. ايه ده، ندور اكتر. يلا يلا يا نوح. يلا يا نوح يا ولاد. بصوا بصوا كده، بصوا هنا. يلا شيلوا الكور كده، اعملوا كده بسرعة بسرعة. يلا في ايه؟ معقولة؟ أكبر دور. معقولة؟ طب اطلعوا لي بقى انتوا الاثنين، اطلعوا لي بقى. معقولة؟ أنا هنزل أجيبها أنا. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه دي؟ اطلعوا. مش ممكن. إيه ده؟ دي الجرعة.